قامت المصالح العملياتية بأمن ولاية ورقلة بشن مداهمة واسعة النطاق مست بؤر الإجرام بقطاع الاختصاص لمحاربة المروجين والمجرمين. تندرج هذه العملية في إطار مواصلة الجهود العملياتية بهدف حماية الوطن والمواطن والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، خاصة منها ما تعلق بمحاربة كافة أشكال الجريمة ومداهمة بؤر الإجرام. العملية شملت حي سكرة ببلدية الرويسات، أحياء بلدية عين البيضة بورقلة، لوضع حد لمختلف الأشخاص المبحوث عنهم من قبل العدالة، أين مكنت العملية من إخضاع 151 شخص لفحص الهوية وتوقيف 24 شخص متورط في قضايا مختلفة، مع توقيف 9 أشخاص محل أوامر قضائية وحجز 5415 قرص مهلوس و150 غراما من المخدرات و288 مليون سنتيم كانت بحوزة أحد الأشخاص الموقوفين عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية، وثلاث بنادق صيد وبدلة عسكرية سروال و180 غرام من البارود وحجز 20 خرطوشة نارية و20 سلاح أبيض محظور، مع تحويل 55 مركبة مشتبه فيها في عملية التهريب وتحويل 77 دراجة نارية. بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين في القضايا أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.